سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، حلقة راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان وينطينا رأيه عبر الهاتف يقدر يعطينا رأيه برسالة إلى رقم الواتساب اللي هو الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، يقدر يدزلنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف المياه والجفاف بالعراق. مثلا بحيرة الحبانية اللي تكون مكانها شرق مدينة الرمادي مركز محافظة أنبر، بيها أزمة بالمياه انوصفت بالحادة وهي خطيرة جدا بسبب عدم إطلاق حصصها المائية عن طريق نهر الفرات. هذا الشيء اللي يهدد وجودها، يعني إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن تختفي البحيرة بظل قلة أعداد السائحين الوافدين لها أيضا. يعني بحيرة الحبانية اللي كل العالم كانوا يرحولها من شمال العراق إلى جنوبه للسياحة للتنفيس عن أنفسهم، هسه ما دا يرحولها. ليش؟ لأن البحيرة حالة يبجي. مدير المدينة السياحية بالحبانية مؤيد المشوح يقول بتصريح صحفي أن البحيرة دا تواجه حاليا أزمة مياه حادة تهدد وجودها بنسبة 100% بعد أن كانت وجهة سياحية يرتادها السائحون من مختلف المحافظات بسبب انخفاض المناسيب وارتفاع نسبة التبخر نظرا لارتفاع درجات الحرارة وابتعاد المياه عن الساحل بمسافة تقدر ب 500 إلى 600 متر. وقال أن وزارة الموارد المائية ما أطلقت حصص البحيرة المائية من العام الماضي، لذا فالبحيرة من الممكن أن تخرج عن الخدمة لعدم قدرة الوزارة على فتح سدة الرمادي ونقل المياه عبر ناظم الورار باتجاهها بفعل انخفاض منسوب نهر الفرات. هذا الشيء اللي أسهب بنزوح سكان المناطق القريبة من قراهم إلى مدينة الرمادي. هذه كانت آخر التصريحات الحكومية. بعد هاي التصريحات عندنا مواطنين يرصدوا لكم حال بحيرة الحبانية والجفاف اللي ضرب بحيرة الحبانية بالكامل نتيجة الطقس الحار وشح الإطلاقات المائية. خلونا نشوف. هذا ما تبقى من بحيرة الحبانية. هسه أنا بنص بحيرة الحبانية بقاع البحيرة هذيش السياحية. جفاف تام. خشم الواوي. هذا حال بحيرة الحبانية بسبب أنه وزارة الموارد المائية وزارة البيئة وأيضا رئاسة الوزراء أو رئاسات الوزراء اللي تسلطت على حكم العراق من 2003 إلى حد هاي اللحظة ما فكرت في يوم من الأيام أنه سياستهم لوين راح توصل العراق. عبالكم الحبانية وبس؟ لا، ناشط بيئي أحمد صالح نعمة مقطع صادم نشره إلى هور الحويزة اللي من الأعلى يطلع لكم الهور صحراء قاحلة ويابسة متشققة، وناشد الجهات الحكومية أن يطلقون حملة لإنعاش الأهوار اللي هي موجودة على قائمة التراث العالمي. خلونا نشوف. كانوا يشربون علينا تذكرون على هاي يقولون هاي الأمواج مال المياه وهاي شبكة الصياد. انتهت الأمواج وانتهى الصياد وصار الموت في كل مكان ودب دبيبة وحسبي الله ونعم الوكيل. وما ندري ايش نحكي، ما ندري ايش نقول. السماء دموعها انقطعت علينا والناس ما ادري ايش صار بيها
والحكومة اللي ما قاعدة تباوع لنا احنا بشر. هاي المناشدة بعد وين ناشدك يا رئيس وزراء؟ صعدنا للسماء يم للسماء، بعد ما اقدر اقول غير شيء، صعدنا للسماء وقاعدين ناشدك. اطلق حملة وطنية، اخسر مليار ونص او مليار وربع من الخزينة الاستراتيجي وارجع املي الانهار وطلع الوزراء كلهم وطلع وكلاء الوزراء وطلع الجيش وياهم يحميهم ويحمي تطبيقهم للخطة المائية، وارجع انعش الاهوار وانعش المياه وانعش كل شيء، وارجع اتفق ويا تركيا باتفاق سريع انه يطلقون اطلاقات مائيه الدار كنا ما تبقى من الصيف. انا راح اقول الله اكبر ولكن بصوت واطي الله اكبر، لان ما اقدر، ما عندي صوت عالي، ما اقدر، لان انا صورت هواي وصيحت هواي وناشدت هواي. يعني رجاء أن انتبهون، رجاء أن الجنوب قاعد يئن وقاعد يموت وقاعد يصرخ، كافي 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 سكوت. السؤال اللي انطرح هنا قال ناشد لنا تركيا او اتفقوا وياها اتفاق سريع لاطلاق حصص العراق المائيه. اوكي بالله خلصنا من تركيا والانهر اللي حولتها ايران، دنيتش الطرح ما لهن علاقه. مو اذا انت تحكي على هور فانت عندك نهرين، دوله المنبع للنهرين هي تركيا، لكن مثلا دجله بأكثر من 50 إلى 60 رافد كانت تجينا من إيران، حولوها قصوها قطعوها جففوها كلها. أما الفرات فأكو جهة لخ همينة، أكو سوريا همينة عندها سدود وعندها هواية أمور، انخفضت مناسيب المياه عندهم بس مو مثل الحال اللي تشوفوا هسه. هاي الأهوار أكو ناس كانت عايشة عليها، اكو تنوع بيئي داخل الاهوار، اكو صيادين سمك كانوا يعيشون عليها، اكو يربون قطعان جواميس عايشين عليها، لكن هذا حال الاهوار بالعراق. مدير البيئه او مديريه البيئه في ميسان مديرها باسم محمد حبين يقول انه جفاف هوري العوده والحويزه هاي مؤشر خطير على انه كارثه بيئيه كبيره راح تنتظر العراق بظل جفاف قاسي طال القرى والمدن بالمحافظه. هذا كان تصريح مدير مديريه البيئه، لكن اضاف بعد ذلك انه الامر يزداد سوء لما وثقت الفرق الرقابيه البيئيه حالات الجفاف الشديده مع تزايد ظاهره نفوق الاسماك، وهو دليل واضح على اللي تعاني الاهوار من ازمه خطيره. قائم مقام قضاء تشبايش بدوره كفاح شناوه القى باللوم على الحكومه ببغداد على اثر نفوق الالاف من رؤوس الجاموس، هذا اللي اظهره مقطع مصور لمعاناه مربي قطعان الجاموس ونفوق عدد من رؤوس الجاموس بسبب شح المياه. تذكر يوم ما اي وبعد ما اجاني ما اعرف من عوه الارو او هو ما جاني ما اعرف الشغله، قلنا انت اكو ناس منعك خاف شوفه يصرف لنا ب 25 نبتي. الله اكبر. حسين ابو عبد الله يومي 25 طنين، الطن ب6 ايه يعني اشتري ايه العصر ندب واحد والظهر ندب واحد والمغرب ندب نص، النص ب2 ونص ايه ومنا عندنا 10، هاي شغلتنا بال 25 20 يومي. الله يساعدك. جاموس طلع من الهور ما يحل ايه؟ ماي وطلع من الشارع وجت السياره طقت عبرت الشط شرب الماي ولقينا على الميتان. انت شو مجاوسه ما عندك؟ بيضه 15 والله الكريم. هاي المقطورات مال الماي مال الحج حج رحيم يوميا يترسن الصبح ويترسن العصر على مود يوفر ماي لجاموساته. يعني حج رحيم ما طالب شيء انه التنكر يستمر يجيب ماي على مود ما يعني يقلل من المشترى مالتهم بس الماي. هذا النوع من الماشي يعتمد على المي بشكل كبير جدا، وكل تتذكر صور الأهوار القديمة والجواموس داخل الهور لأن يريد يبرد جسمه. بس أرد أقول شغلة واحدة، أرد أقولهم للعراقيين، إذا حال الأهوار اللي شفناه قبل شوية بالحويزة والفيديو هذا اللي شفنا به نفوق عدد كبير من الجاموس أو اللي يحجون مربين الجاموس معاناتهم، أكو منتج العراقيين يتفاخرون به وهو أحد وجبات الفطور الرئيسية العراقية الكاهي والجيمر، والجيمر من الجاموس. إذا راح نذني فراح منتجكم وياها. أحد الناشطين
يوثق لكم الحال اللي بشطنا حياة عباسية بمحافظة النجف والجفاف اللي ضربه، وانتقد الصمت الحكومي المطبق اتجاه أزمة المياه وتداعياتها السلبية على المواطنين. خلونا نسمع. تعرفون وين واقفاني؟ مو شارع عام هذا اللي تشوفوه، ولا شارع ترابي، على شط العباسية، شط قاعد تلقاه هذا شط العباسية. يا ترى لا مسؤول نزل، لا مسؤول اجا وقال يا بالناس راح يقطعها العطش. ليش؟ لان هذا الشط مربوط عليه جميع مشاريع العباسية، تاخذ ماي المن للمدينة، للمنازل، للبيوت. الشط قعد يعني ماي بعد ماكو. اكثر من مرة ابو العباسية مدير دائرة ماي العباسية قال ترى الشط منسوب المياه قاعد ينزل، كم يوم ترى المشاريع تطفي مات الماي. ما ادري اكو مسؤول انت، اكو مسؤول حرقت قلبه وقال يابا تعالوا خلينا نشوف الوضع شنو. هذا شط العباسية معودين هذا الماء كان يصعد دوين. هسه هاك شوفوا قاعد اتمشى انا، خاف احد يقول هذا ماء، هذا مو شارع، جريمة يا معودين، يا اهل المروة يا اهل الغيرة. بعد كم يوم ترى ماي ماكو بالعباسية، ماي ماكو بالعراق نهائيا. هذا شط العباسية هسه حاليا انا واقف فيه، وراح نبقى بأزمة الجفاف. جايب لكم فيديوهات هواية. أحد المواطنين وثق لكم الانخفاض حاد مناسيب نهر دجلة ببغداد، تحديدا بين منطقتي الأعظمية والكاظمية، وناشد الجهات الحكومية أن ضرورة الإسراع على معالجة أزمة الجفاف واسترداد حصص العراق المائية. خلونا نسمع. إلى دولة رئيس الوزراء العراقي، جربت تمشي بنهر دجلة سيادة دولتك؟ جربت تمشي بنهر دجلة؟ جربت تشوف النهر لوين واصل مستواه؟ احنا امام كارثة بيئية، كارثة تنذر بجفاف نهر دجلة بالكامل. انا الان اقف وسط نهر دجلة، وسط النهر، شنو اللي راح يصير؟ شنو اللي ممكن تقدموا لي هذا البلد؟ يا دولة رئيس الوزراء، احنا امام مشكلة عطش. دجلة دي يموت، دجلة دي يجف. تشوف هذه الكاظمية، هذه العظمية، ما مر بتاريخ بغداد ان يكون الجفاف بهذه الطريقة ابدا. كل اللي كنا نعرفه انه حدث فيضان في العراق، لكن مع الاسف امام انظار حضرتك هذا المنظر والاجرائمكم بعد، انتم الجهات التنفيذيه مو احنا. قال كلمه صحيحه، قال كل كنا نعرفه انه حدث فيضان في بغداد في بعض اشهر السنه، وفي كل سنه كان منسوب النهر يصعد حتى لونه يخبط، يقولون فاض النهر، ديروا بالكم لا حد يسبح بالمي. وأنا كنت ساكن بمنطقة مو بعيد عن المكان اللي هو دا يصور بيه، فاللي دا يقوله صحيح. ما في يوم من الأيام شفنا المنسوب لهالدرجة واصل. وراح نبقى ببغداد، بس راح نطلع من الأعظمية والكاظمية ونروح إلى غير مكان. مشاهد ثانية من نهر دجلة ببغداد، لو تشوفون بها أكو مناطق يابسة طالعة من النهر لأنه جاف. هاي المكان وين؟ جوا جسر الدورة. خلونا نشوف. هاي دجلة، هاي دجلة اخوان، ضعوا الجفاف لوين وصل. هاي دجلة، هذا نهر دجلة يا عراقيين، هذا ينعبر مشي، هذا نهر دجلة بو عصار، نهر دجلة في زمن قادة التنك اللي تحكم العراق. هذا نهر دجلة في بغداد، هذا جسر يسحوله جسر الدورة. هاي كلها يابسة، كلها يابسة، هاي قدام عينكم. زين ابو البصرة شلون؟ ابو الناصرية شلون؟ الاهوار شلون؟ باع دجلة لوين؟ باوع 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 باع مأساد. قال نهر دجلة تعبر مشي، وكان رجال سباح واخو خيته اللي يقدر يعبر النهر لان الروج يجره. ناس لما شافت هاي الفيديوهات عن الجفاف علقت عن الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من
فيسبوك علي حيدر يقول بعد ما ينشف الشط تماما يوزعوا قطع اراضي للاحزاب لان ماكو مكان ما اخذوه، ظل بس الشط. محمد نور يقول هذن الجزر اللي بنص النهر بعد كم سنه تلقاها المبنيات طابوا الولد المسؤولين. اما سيف علي يقول البارحه مريت من يم هور تشبايش العظيم ولا قطره مي مع الاسف. وحيدر الدراج يقول لا توجد سياسة مائية وتحرك على الأمم المتحدة لمعالجة الجفاف، والسبب سياسة فاشلة من وزارة الموارد المائية. وزارة الموارد المائية عندها سياسة في داخل العراق، لكن هي من المفترض على وزارة الموارد المائية أن تخاطب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حتى يخاطبون الأمم المتحدة والمعنيين بهذا الأمر لتفعيل المواثيق اللي موقع عليها العراق، من ضمنها اتفاقية الدول المتشاطئة، حتى تكون حصص العراق المائية محمية. لكن هم ما حموا البشر فراح يحمون المي. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني ما أدري بالنسبة يعني إيش من قبل إن الشعب العراقي كله يموت، يعني باكي عقبه لا صار حريق لا سمح الله في اي مكان، قديش نطفي بالتراب؟ ثانيا هاي القرارات الدوليه وجاي بعد الدول العربيه، يعني ما شفنا دوله عربيه وحده هزتها الغيره وقالت هذول شعب راح ينفني من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. زين انتم يا حكومتنا العراقيه واحزابكم اللي قدرتكم بس على الشعب العراقي المسكين. شكرا لك ابو زينب. مرصد افاد الحقوقي قال ان مخيمات بزيبز والعامريه جنوب غربي محافظه الانبار سجلت ما لا يقل عن 50 حاله اصابه بضربه شمس مؤخرا نتيجه ارتفاع درجات الحراره، وسجل المرصد شهادات للنازحين اكدوا بها ماساويه الاوضاع على وجه التحديد، وهم من سكان المناطق اللي تستولي عليها الميليشيات وتمنع اهلها من العوده، مثل جرف الصخر والعويسات وبعض القرى الحدودية ويا سوريا. مرصد آفاد ندد بالتعامل اللا إنساني اللي تمارسه السلطات الحكومية تجاه النازحين وعدم إيصال الرعاية الطبية والمساعدات العاجلة لهم مثل المياه ومولدات الكهرباء. خلونا نشوف حال النازحين بهاي المخيمات. الكهرباء يعني يقطعون اياها بالنهار ساعة، ضمن اللي يطفون هم الوحدة ما يجيبون اياها الا 4 العصر. اي والله يعني ما حد يعني حيل ما حد يقتني بفرد نوم، ولا حول ولا قوة ولا احد يصلنا فرد نوم. يعني احنا نطلب المساعدة منكم من اهل الخيرين ومن عندكم من الله ثم علي. والله احنا قلت لك مخيم السعاده يا سعاده كاتلنا الحام وبردات ما عندنا غذايه ما عندنا عندنا اطفال بهدلين فردنا تعرفون تجوها النوبه نار نشوف الخيمات والله وفردنا بحالتنا ولا حول ولا قوه. اي والله احنا بالمخيمات احنا تبهدلنا فردنا وكل شيء ما تعصنا، وعندها طفله والله العظيم مريضه وتيمه وعدها نزول بالكليه بالمثاني مالتها واقعه. سبحان الله. والله العظيم اريد اهل الرحم يساعدوني بهاي الطفله، كل شيء ما اريد اسع لا اريد اكل لا اريد شيء، بس اهم شيء اريد بنتي يساعدوني. مبرده عندكم؟ مبرده والله ما عندنا ولا تعصب. بينوا ملابسك والله شوفوا حط ملابسنا تعبانه فردنا، وشوفوا هاي حال ملابسنا. هاي دا شوفوا. شوفوا شلون حال ملابسنا فردنا، والله العظيم تعبانه فردنا. الله كان يا مخيم عيني بالقاعات احنا مال العامريه. نعم مخيم المركزي. ايه نعم مخيم اناشد الطيبين واخوتي دخلون على حالتنا، احنا مخيم القاعات محتاجين مبرده الحاكتنا محتاجين والله ما عندنا. هاي جابوا حتى بنكي هاي الصفوف. والله بنكي ماكو ما عندنا. انت حضرت شهر مالي ارمله ايش قد عندك؟ عندي 10 اطفال والله. هذا حال النازحين بالمخيمات واللي هم طلعوا من بيوتهم مجبورين بسبب قضية هم ما لهم علاقة بيها، قضية هم دخلوا طرف بيها غصبا ما عليهم. عبد العزيز على تويتر يقول ما أدري شلون واحد يقدر يكمل المقطع، وجع ما تشفيه الكلمات. ياسر غرد يقول لا يستجدون عطف الناس، يتكلمون عن معاناتهم على استحياء، يصبرون على مر الألم رغم معاناتهم، لا زالت فيهم عزة وكرامة، تأبى أن يتكلمون إلا بعد تغطية وجوههم كي لا يرى ضعفهم. كم هي قاسية حياة المظلوم
وكم يعاني ويتألم بصمت، ولكن لا بد أن ينجلي هذا الظلام ويمحو معه مر الألم. الأيام دول يا ظالم. ميمون الباسل غردت، صيف وشتاء وسنين تمر، ولا يزال النازحين في أوضاعهم مأساوية ومعاناة من حر وبرد وجوع ومرض لا يلتفت إليهم أحد. ترى من المسؤول؟ ريان العراقي يقول مأساتهم تدمي القلوب، لكن نقول العتب على من يمثلون سنة السلطة، إنه على الأقل وفروا لهم مأوى يليق بهم، خصوصا أن سرقات هؤلاء الإمعات تفوق المليارات. هم الكتل السياسية والأحزاب بكافة مكوناتها وبكافة طوائفها، شنو اللي بقته بالعراق حتى تسرق بس أموال النازحين؟ مية لو نفطة لو فلوسة لو حقوق الناس لو أراضي الناس لو أراضي الدولة لو الأملاك ما الدولة، شنو اللي بقى أصلا ما مدوا إيدهم عليه؟ فلاح من ديالة حياك الله. هاي ودوم أخوي العزيز، هلا بيك يا الغالي. شلونك عيني شلون صحتك؟ هلا بيك، عافيتك أمورك. أنا فلاح حسن من ديالة. والنعم منك أخوي. والنعم من أصلك أخوي. إحنا عندنا نازحين هنا بخانقين. نعم إحنا مخانقين. نعم الله عليك. إحنا الناس تأذت، النازحين تأذت، مي ما ظل، إيش مشروع ما ظل أخوي. نعم يعني تأذينا هواية، يعني الله يكون بعون النازحين. إحنا الناس المغدادية شاربان. الله وكيلك بساتينهم، رجعوا محترقة البيوت مواسينا للجاع. زين يعني احنا متى ايش وقت نعيد ونرجع انا بسنا؟ يعني متى نضليك احنا متى؟ هذا العراق، هذا بالخير، هذا بالنفط، وينه؟ وين المسؤولين؟ الناشد منه والناشد من؟ شو احنا نحكي منه ماكو فايدة، نحكي منه ماكو فايدة. براحة الناس شهداء. وأنا بارك الله بيك، جزاك الله خير، ورحم الله والديك. شكرا لك. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكو برنامج أجنبي يقول لا تصير مليار جنيه على موت البشر على صنع الملايين. نعم. أقول له تعال للعراق، لا تصير مليار جنيه تصير موظف بالدولة العراقية. نعم. دائرة. مدير مستشفى. نعم. مدير أي موظف بالدولة. يا لا حساب ولا كتاب لي. نعم. أي موظف بالدولة مسؤول خصوصي على دائرة كهرباء ماي أي داي. هذا ما لي لا حساب ولا كتاب، هذا ما يلمس بعد هذا. نعم. هاي فائدة رفسة المليارات حدهم على من غير من أي اتجاه تجيهم. نعم. ثاني شيء انتم ماخذين النفط، النفط انكم ماخذينه. انتم توزعون على الشعب بلا 2010، قلنا الشعب طلب، قال اريد بس مستشفيات، اريد بنى تحتيه. ليش هسه ما عنده يروح للمستشفى يندب ابردها ويظل ساكت، ولا عنده فلوس يروح للمستشفيات هاي اللي يخدمونها على الخاص وعلى العام؟ اول مره ابيع على الخاص وعلى العام هاني. على اول مره بتاريخ العراق اسمع خاص وعام. نفس المستشفى الحكومية خاص وعام. لأن أبو عبيك هذا اللي ما عنده 100 ألف هذا يروح ينام. أبو علي المستشفى الحكومي بداخله أكو خاص وأكو عام؟ إيه أكو خاص وأكو عام. أوكي. هاي موجودة عندنا خاص وعام. هاي البارحة جت المريض مذبوب ما حدا بردها، والله ليش ما عنده فلوس يروح للخاص؟ يا الله ما الله ما تخافون انتوا، لان انتم هاي العراق اللي لا ماي ولا شو اسمه وعلى التسريب المواطنين. والله زقت نفس زقت. نعم. الله لا ينتقم من عندكم فردا فردا والله. على كل مسؤول على السلطه، على كل مسؤول على دائره، حاطين وزاره النزاهه تاكل وياها متبوقيها، من حاطين وزاره النزاهه؟ تفتري شوفها الدوائر تاعها هاي اللي تبوق وتملح وحدها ما حد يحاسبها. لا مدير ناحية، لا مدير شرطة، لا مدير دائرة كهرباء، تم راح تبوق باحتها. المن حاطين النزاهة يا رئيس وزراء السوداني؟ المن حاطك وزراء 10 مدير 15 ثانيين بالخبرة؟ طلعهم للجنوب شافهم حظهم وقع. طلعهم على ذولا للدوائر السرسرية الحرامية. طلعهم على الدكاترة. نعم.
نعم نعم. شكرا 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 لك ابو علي. بس لحظه، مستشفى حكومي بها خاص وبها عام مثل ما يقول ابو علي من الديوانيه. اذا صوره بهاي الحال لازم عندنا وزير الصحه، وزير صحه عام ووزير صحه خاص، وهذا مسؤول عن هذا النص وهذا مسؤول عن هذا النص، لانه حسب ما يقول ابو علي يعني مثلا اكو ادويه ما موجوده هنا موجوده هنا، فشنو الفرق؟ ايش قد تدفع؟ حكينا هوايه عن الانفلات الامني وقلنا هوايه عن هذا الامر، وقلنا لازم انه الدوله لها هيبه. هوايه اماكن بالعالم بافشل انظمه الحكم بالعالم حتى ذن الانظمه عندهن هيبه. روحوا اقروا كل انظمه الحكم اللي حكمت دول العالم على مر التاريخ بكل فتراتها السيئة والجيدة، تلقون انه الدولة عندها هيبة. بس بالعراق هيبة الدولة صايرة وصلة. تخيلوا مشاجرة، العركات تصير بكل مكان لكن مسلحة بمنطقة الحيانية بمحافظة البصرة بمشهد يعكس لكم حالة الانفلات الأمني بالبلد، مشهد يعكس لكم حالة سيطرة وهيمنة الميليشيات على الواقع، أفضل انتشار السلاح بصورة غير طبيعية وغياب الإجراءات الرادعة. بلد يمتلك أعداد مهينة من العاملين بالمجال الأمني وفي وزارة الداخلية. خلونا نشوف منو شافه. بابا بابا منو شافه؟ بابا بابا هو يمكن ابو الاحمر تعربن عليهم وطلع عليهم ركض، اتصور. بس يعني ما شاء الله عليهم، يعني بنص الشارع واكو سيارات طابه طالعه واكو واحد قاعد يتفرج حاط ايده على السته وتماته وقاعد يشوف فيلم هوليوودي، فيلم اكشن هوليوودي طالع به كلينت إستوود. وفد شويه راح يجي البطل الثاني طاب منه انا بسيارته لو ينزل من فوق بدبابه. شنو الموضوع؟ شنو الفيلم؟ لا بالافلام الهنديه شفناها، لا بالافلام الهوليووديه شفناها، بس بالعراق بدنا نشوفها. زين الجيش وين؟ وقوات التدخل السريع والشرطه الاتحاديه والقوات الخاصه والحشد والامن والما ادري منو والشرطه، لو انتم قادرين بس على المواطن بالقراجات تاخذون خاوات على السيارات وجاهل يبيع ما تاخذوه لو واحد باق له باكيت كلينس، بس ذولا ما عندكم قدره عليهم عادي. هاي عركه. واكو شغله ثانيه اللي ما خلص منها العراق من 2003 لليوم، مواطن بامان الله ينقتل. نانا راح تشوفون عمليه قتل مواطن رميا بالرصاص على ايد مجهولين اثنين راكبين دراجه ناريه ماطور سكل، اعترضوا طريق المجني عليه في اثناء تواجده بشارع الماطور بساعه متاخره بوسط مدينه العماره بميسان. مصدر امني قال انه مسلحين مجهولين يستقلان دراجه الناريه فتحا النار على مواطن داخل سيارته الشخصيه في حي الرساله وانهزموا. هذا واعتقلت القوات الامنيه احد المتهمين بالحادث ورا ساعه من وقوعه دون ذكر تفاصيل اكثر. خلونا نشوف. إذا صدق وزارة الداخلية اعتقلت أحد المتهمين فهذا يعني وصلت لكم معلومة عن مكانهم أو هم منو، رقم واحد. رقم اثنين، إذا أكو كاميرات فرضاً أنا أستبعد هذا الشيء، يعني اندليتوا هم وين راحوا وين طبوا،
واذا انتم صدق لازمين واحد من عندهم المفروض تندلون الثاني وتعرفون من اللي خطط وتعرفون شنو السبب اللي صارت به الجريمه ومن اللي واقف ورا الجريمه، ومو المفروض يجيبون بس اثنين لان ذولا الاثنين نفذوا، من الممكن ذولا مدفوعين او ماجورين او اي شيء، واكو غير جهه هي اللي رادت تقتل هذا المواطن. بس احنا نسمع انقتل فلان وتم القاء القبض، انقتل فلان ونعرف منو قتله، هشام الهاشمي راح ونعرف منو اللي الناشط الفلاني راح ونعرف منو اللي سوى، بس ما حد يعرف شنو اللي يصير بمصير اللي قتل. هذا اللي دا يصير بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يانا من فيسبوك صهيب كريم يقول ماكو مجهولين، هذول جماعة الأحزاب والجيش والشرطة ما يقدرون يردعوهم. محمد الجبوري محافظ البصرة قائد الشرطة شنو نايمين قاعدين؟ والله أنا همين أسأل وياك. عصام يقول هاي البصرة يا عالم أين الأمان، والعراق كله أين الأمان. علي خليل العراق البلد الوحيد اللي صارت به ببجي بالواقع، ومع الأسف فعليا العراق الوحيد اللي صارت به كل ألعاب القتال اللي العالم هسه دا يحاربها على أرض الواقع. البلد الوحيد اللي كنا لما نشوف في أفلام الأكشن عملية قتال في مدينة من المدن ونتفاجأ معقول أكو هيك يصير والناس هيك تخاف وما أعرف شنو، قمنا نشوفها. كانوا العراقيين متعلمين على الحروب لأن العراق شبع حروب، بس خلص من الحروب شفنا حروب الشارع، خلص منهن شفنا الطائفية، خلص منها شفنا القتل على الهوية، خلص منها سمع بالدريلات، خلص من الدريلات سمعنا بالتفجيرات، خلص من التفجيرات الأحد الدامي والثنين الدامي والثلاثاء الدامي والأربعاء الدامي والأسبوع الدامي والشهر الدامي وغيرها وغيرها، وتفجير الكرادة وتفجير ما أدري وين، خلص منهن حوادث الموت، خلص منهن المعطورات والقتل المأجورين، خلص من ماذا يخلص؟ هاي هسه هيك فرة بسيطة بدماغي طلعت لكم ذني. إذا نقعد نفكر شنو الأيام اللي عاشها العراق بضيم، فإراد لنا أشهر وسنين نحكي. هذا هو الحال بالعراق، هذا اللي دا يعيش العراق. مشكلة العراق أنه هو مشكلة عويصة، مشكلة العراق أنه بي ناس يقولون إحنا حكومة، بي رئيس وزراء، بي رئيس جمهورية، بي وزير داخلية، بي وزير دفاع، بي وزير مالية، بي وزير موارد مائية، بي وزير صحة، بي وزير رياضة، بس شنو شغلهم ما حد يدري. عدنا ما شاء الله عدنا وزراء هواي، بس لا أبو الرياضة فايد الرياضة، ولا أبو الصحة فايد الصحة، ولا أبو الدفاع فايد الدفاع، ولا أبو الداخلية فايد المواطن، ولا أي شيء صاير بالبلد. أما رئيس الوزراء فهو ما له علاقة بالعراق نهائيا، همهم الأول والأخير عشق، همهم الأول والأخير شلون نستورد منهم غاز، وشلون يفوت الكبتاغون، وشلون يفوت الكريستال، وشلون نطبب معجون الطماطة الفاسد ودهن الطبخ الفاسد والأمراض وغيرها وغيرها وغيرها، وهمهم شلون يعطوهم دولار لأنه أمريكا محاصرتهم. أما المواطن ليش يهتمون به؟ هذا هو فعليا واقع حال العراق. تردون نشرح لكم أكثر؟ نجف ناشط من محافظة النجف يتحدث لكم عن تلكؤ بمشروع جسر السوارية بقضاء المشخاب. 4 أشهر والمشروع مكانك راوح، على الرغم من أنه الشركة نصبت معداتها كملت أموره والمفروض تشتغل بهذا الجسر، لكن لحد الآن ماكو أي نتائج ملموسة تفيد المواطن بالمشخاب، وهي أحد النماذج السيئة للتخطيط والفوضى والإهمال اللي دايعاني منها العراق، والحلقات الماضية طلعنا مثلها. خلونا نشوف. إلى نواب النجف المستقلين والمتحزبين، أنا واقف بنص جسر السوارية. جسر السوارية الفلشو برمضان صار 4 أشهر. جسر السوارية اللي الشركة حطت كرفاناته وسبالتها ولا فختاية ولا عصفور بالشركة. جسر السوارية اللي بس صور. جسر السوارية 4 أشهر الناس معاناة وذلة ومهانة كلهم، ولا مسؤول اجى، فقط طقوا صور وراحوا. هلا راويكم الشركة سوت. شلونك يا غاتي؟
تعبرون فاجعه. اي والله اي والله معاناه. الله يعين. سوت الشركه غادي تقول اكو عوارض. هاي العوارض قبالك بازمه الجفاف وازمه الضيم. الاب يجري بالشط طاق لا حسيب ولا رقيب. رئيس الوحده الاداريه سيد عبد الخالق دمرنا. سيد عبد الخالق تعال هاي الاليه مال الشركه. هاي الرافعه شطولها شطولها الرافعه سوت لنا الرافعه. خل شبخ اليوم عساها بخذكم شبخ غاتوا شبخ تلو بي يا جماعه. هاي غاز اربع اشهر من التفنيش تكلفه الجسر مليار. بس هاي بتنقي بس هاي بتنقي. يدري المحافظه ما يدري. أربعة أشهر بانين بس أساس واحد الدنجة وحدة. صلوات على هالموال. هذا إذا جسر بي سد نك ستة في أربعة 24 شهر. 24 شهر يعني سنتين. إذا بي سد نك ده نحكي سنتين هم يبنون بس سد نك. والفوق راد لفد 4 سنين 6 سنين على ما يحطون السياج ويبلطون وما عارفين فد 10 سنين. هاي 18 سنة يعني من أنا 20 سنة إن شاء الله بال2043 اهل المشخاب طبعا مو اللي عايشين بيه ولدهم يمشون على الشط ويمشي ويقول الله ابويا كان يريد يركب على هذا الجسر. الله ابويا كان ما ابن هذا ابويا صور على الدنقه هاي. الله ما شاء الله عليكم. احد الناشطين بمحافظه البصره هم انا دا يرصد لكم تلكؤ بمشروع المستشفى الصيني بقضاء ابو الخصيب. تعرفون وين المصيبه؟ هسه يجيني واحد يقول لي على كيفك ذاك اذا باني دنقه واحده باربع اشهر تشوف المشروع شلون كامل باقي شبابيك وصبغ وما اعرف شنو ويفتحون بوابات وخلصت. اي صحيح بس احب اقول لك شغله واحده. احنا بال 2023 وهذا المشروع بلشوا بيه بال 2014 يعني 9 سنوات ولحد الان ما خلص مستشفى. وبالصين يبنون مول بيوم واحد. ويتساءل الناشط شنو السبب عن تأخير وليش وين الشركة وين الرقابة. خلونا نسمع. اليوم هذا خلف المستشفى الصيني يقال من سنة 2014 لليوم ما كامل المستشفى الصيني في قضاء أبو الخصيب. هسه ما نعرف شنو الموضوع. موضوع طبعا هو مشروع وزاري حسب ما عندي معلومات. هسه احنا الشركة الناس ما نعرفهم ما نعرف يعني أعذارهم مثل ما يقولون. ولكن بما انه مشروع وزاري واحنا المشاريع الوزاريه في محافظه البصره حقيقه مشاريع فشلت فشل ذريع والدليل متلكئه. عندنا الكثير بل بالمئات من المشاريع الوزاريه تراوح بمكانه. اقل مشروع صار له 10 سنوات. المستشفى الصيني ابو الخصيب يمتى يكمل؟ شنو مشكلته بالاموال بالسلف؟ مشكلته اداريه؟ مشكلته ماليه؟ مو قضاء ابو الخصيب اليوم تعداد سكانه من 700 الى 800 الف نسمه. زين من عام 2014 او بعدها لليوم ماكو احد تابع الموضوع. زين كم دوره برلمانيه اجت؟ كم نائب اجى من ابو الخصيب لغايه الان؟ والديك كم واحد؟ كم نائب؟ كم مسؤول؟ اخوان هذا المستشفى ابو الخصيب لان اهل ابو الخصيب فقره، لان اهل ابو الخصيب مسالمين، لأن أهل أبو الخصيب ما يحجون. إلى متى السكوت؟ إلى متى؟ هذا المستشفى متى يكمل؟ أخوان اشتغلوا بجد وأخلاص. وهذا صوتي أيضا أريد أوصل إلى رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني. أخوي ماتت أجيال وإجت أجيال والمستشفى بعد على حاله. إلى متى نبقى إحنا بهذا الواقع المزري؟ يقول شنو مشكلته بالعراق؟ لا مو بالعراق فهو ابو الخير. بالفلوس؟ لا مو بالفلوس لان العراق مليان فلوس. بالخيرات؟ العراق هم مليان خيرات. بالبشر؟ لا العراق هسه حسب اللي هم يقولوا 42 مليون نسمه، نصهم شباب، 3/4 بل 90% من عندهم ما يشتغلون. تريد تخلصه 10% من عندهم اجيبهم خلال شهر يسلموك اياه. أعطيهم كم فلس وهم أنا أعطيهم وارد وهم أشغلهم وأقلل من البطالة وأفيد البلد بهواية أمور. المشكلة بالناس اللي قاعدة فوق وتوقع اللي هي ما تفتهم. هذا الحال اللي وصلونا به. جفاف، انفلات أمني، قتل وتلكؤ. ناس علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا رافد حجاج على فيسبوك أغلب مشاريع الوزارة متوقفة بسبب الفساد.
ضياء المختار يقول قسم الجراحة في المستشفى الجمهوري منذ عام 2010 والمستشفى التركي قبله منذ عقود ومستشفيات البصرة على حالها، وأي مخصصات تخصص لصالحها تنهب ولا يريدون تطوير أي مستشفى حرصا على مستشفيات القطاع الخاص. سهيلة حمداني، علاقة المسؤولين بالمشاريع نقطتين فقط، الأولى استلام النسبة مقدما قبل إحالة المشروع، والثانية التقاط الصور بعد إكماله بأبشع تنفيذ. خضر الشطري يقول لعد وين النزاهة، ولو هي النزاهة تريد نزاهة. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع من بغداد. خالد حياك الله. خالد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام اخوي. استاذ احنا مشكلتنا المي، المي دمرنا. نعم. متبهذلين حيل من وراء المي. نعم. نعم. اقول وين راح لهم صدام حسين؟ نعم. كان هسه بس في شربة سيجارة واحدة هدت تركيا، وقال لهم ثاني يوم بساعتها والله بساعتها المي طب للعراق، بس هسه وين؟ وين راح لهم؟ مع الأسف نقول على الأستاذ محمد شاع السوداني، مع الأسف عليه والله. أيوه أحب أوصلها. نعم، شكرا شكرا لك خالد. قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية حب يسلط لنا الضوء على قضية النازحين ومعاناتهم بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة اللي يفتقرون إلى خدمات أساسية، وحط لكم هذا التقرير اللي بجزء من معاناتهم، خلونا نتابع. وأنا لو غير روفانات نطارت بالعاصفة. حر لاهب وسط عواصف رملية تقتلع ما بقي من خيام النازحين المهترئة، وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني كسابقاتها لا تعبأ إلا بجيوبها وطريقة تقاسم كعكة الميزانية التي تجاهلت هموم العراقيين لا سيما النازحين منهم. تجاهل حكومي مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية لآلاف النازحين أو ضمان إعادتهم الآمنة لمناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات في ظل ظروف مأساوية يعيشها النازحون في مخيماتهم التي انتشرت فيها الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية هناك. النهار العاصفة راحت غراضنا، راحت أموالنا، راح كل شيء عندنا، واحنا الناشد اهل الطيبين واهل الغيره، محتاجين مبردات، محتاجين اغراض. مناشدة لا تجد صداها بين أوساط السياسيين مع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة النازحين إلى وسائل تخفف عنهم حر هذا الفصل الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى نصف درجة الغليان، فيما يحمل الناشطون الحكومة مسؤولية سلامة النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة. هموم تقابل بقرارات متخبطة لا تراعي أوضاع النازحين وحاجتهم لمكان يوفر لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة بعد 9 سنوات من التغريبة العراقية التي تحولت إلى وصمة عار في جبين العملية السياسية وأحزابها الفاسدة. إذن هو تهجير مركب تسعى الحكومة من خلاله إلى الإمعان في إلحاق الأذى بالنازحين بدلا من تهيئة ظروف عودتهم لمناطقهم المستباحة من قبل الميليشيات بعد استغلال مفضوح لمعاناتهم من قبل السياسيين وتحويلها إلى دعاية انتخابية على حساب همومهم وآلامهم. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مدونون من مختلف الدول الإسلامية بشكل عام والعربية يتفاعلون على وسم تأديب السويد للتنديد بحادثة حرق نسخة من المصحف الشريف القرآن الكريم، وطالبوا بطرد سفراءها ومقاطعتها اقتصاديا. وجبنا لكم بعض التغريدات على هاشتاغ تأديب السويد. عبد الرحمن بن رشيد يقول المشاهد المتكررة لحرق وإهانة المصحف في السويد هدفها توهين عظمة القرآن في قلب المسلمين وتشجيع الآخرين على فعل هذا الأمر، والذي يجب علينا عدم السكوت لأنه سيؤدي إلى الاعتياد على هذا الأمر، فنجدد مقاطعتنا لهذه الدولة الإرهابية دولة الشواذ، وردنا يجب أن يكون أقوى. جهاد غاضب، إذا لم تتحرك الدولة لتأديب السويد فإن مشهد إحراق وتمزيق المصحف سوف يصبح معتادا لدى الشعوب الغربية، وسنرى يوميا وقع حرق المصحف. طرد السفراء والحزم مع السويد أوفر لكم وأفضل من الشجب والاستنكار مع كل واقعة، فالأمر سوف يتكرر بوتيرة أكبر إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة من الحكومات. زهور
كجيمي تقول الهجوم المتعمد على القرآن الكريم دليل على إفلاس الغرب واقتراب أفوله وكذلك خوفهم الشديد من قوة الإسلام وسرعة انتشاره، لذلك يهاجمون كل ما هو إسلامي، لكن والحمد لله مشيئة الله هي العليا. هاشتاغ تهديب السويد. ناصر رضوان: لابد من تحرك عاجل من جميع الحكومات الإسلامية والعربية لتأديب السويد الدولة المارقة وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها بعد تعمدها التطاول على الإسلام وحرق المصحف الشريف والاستهانة بالقرآن الكريم. هاشتاغ تأديب السويد. وأبو مالك من أمريكا دز رسالة: أستاذ أنت ملاحظ المعايير المزدوجة، هذا الشخص الذي قام بحرق القرآن الكريم وتمزيق العلم العراقي كان في الحشد في الموصل، والحشد شكل بفتوى من المرجعية وهو مسيحي الديانة ونحن لا مشكلة لدينا معه. هذا الشخص بالحشد، يا ترى هذا الشخص عندما كان في الخدمة ماذا فعل بمواطني الموصل؟ هذا إن دل على شيء يدل بأن الأحزاب الحاكمة لا يهمها أمن والاستقرار المواطن بل يهمها فقط مصالحها، فعليهم إعادة حساباتهم بما يخدم المواطن العراقي. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا اليوم بحلقة برنامج صوتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من البرنامج بإذن الله. باكر في أمان الله.